ستودنت. مرحبا بكم كالعاده في قناتنا ايجو سمارت ستودنت مع محمد الامين حمد الله كالعاده. منحه اليوم يعني منحه من جامعه تيورين في لبكالوريوس و لماجستير والدكتوراه. هما في الموقع الرسمي دايرين بكالوريوس وماجستير، ومام اللي حابين يدخلوا بمستوى لا ليسونس. دونك ميرسي بوكو، تابعوا معي الشرح، لا تنسوا سبسكرايب وجام ولايك، وان شاء الله نكون افدتكم في الايام اللي بارطاجيت فيها دي فيديو تري انتريسي في لونيفرسيتي تاع كندا و جيرماني. ان شاء الله نكون يعني افدتكم ان شاء الله. ما تنسوش تابعوني في وسائل التواصل الاجتماعي في انستغرام اند ماي واتساب اند ان شاء الله نكون يعني في الاصغاء. وما تنسوش تدعموني وان شاء الله نوصل يوصل الفيديو تاعي لاكبر يعني اكبر كوميونيتي في السوشيال ميديا. ميرسي بوكو وتشاو، نشوفكم ان شاء الله في التسجيل في الجامعة. باي. السلام عليكم. كما قلت لكم رانا في تولاين يونيفرسيتي سكولرشيب ان يونايتد ستيت في امريكا. دونك هذا هو الجامعة، الصورة تاعتهم واللوغو وشعار الجامعة. دونك منحة جامعة تولين الولايات المتحدة الأمريكية. كما عودتكم كالعادة، هذه الجامعة يعني هذه صور الجامعة من يعني من السيت أوفيسيال تاعهم. دونك هذا اللي إن شاء الله راح نخلي لكم في الديسكريبشن باش تروحوا تنسكرو ليه في سكولرشيب. دونك راكم تشوفوا انترناشونال ادميشن تولين انترناشونال، دونك سكولرشيب انترناشونال. دونك هذا هو الموقع الرسمي نتاع الجامعه، انترناشونال ستودنت فينانسال ايد ذا جلوبال سكولرشيب، يعني المنحه العالميه او الجلوبال، يعني كاع الستيشن لاك ماني part of all tuition award for renewable for 4 years and for 5 years a student in the 5 years architecture programs. So هذه يعني تقدر تنسكري فيهم في باسكو عطاو لك 4 سنين، من 4 سنين حتى 5 سنين سكولرشيب، يعني مدفوعة التكاليف على حسب سبيسياليتي تاعك. دونك ابليكون 20% اكاديميكلي، يعني 20% اكاديميكلي يقبلوا لعدم 20% يعني level 1 in the universities outside in this suggestion to you submitted of complete early action for 55 person or student in international and in 15 November is early for some submission. لذلك حبيت يعني نفهمكم باللي 15 نوفمبر اخر اجل للتقديم، راح يقبلوا 20% من الطلاب الدوليين. دونك خطوات التسجيل، دونك اول عندك ابليكون، يعني عندك تطبيق الكتروني تعمره. ثانيا سكندري سكول ترانسليشن. ثلاثه ادميشن اوف اوف نوت اور دبلوما اوف any scholarship for the state of your countries, a certificate of financial and optional interview for Skype or Zoom or any application in your device. So about the English test, it's accepted English SAT and IELTS and TOEFL for
many degrees for study. دونك هذا هو السيت اوفيسيال تاع التطبيق. بيوغرافيك انفورميشن يعني البيرسونال انفورماسيون، لي انفورماسيون بيرسونيل تاع مرام انا، لو نو، لو برينو، لا دات دو ليسونس، الايميل، راح نقول لكم يعني الايميل اللي يكون فيهم لو نو لو برينو اكزاكتومون بور اكسبت. ما ديرش ايميل وصاي، دونك لازم يكون فيه لو نو لو برينو تاعك. دونك تنسكري نورمال لادريس تاعك، هنا الكونتري، البلاد اللي تنسكري فيها. نفوتو الخطوة الثانية واللي هي more about you، يعني المعلومات الأخرى عنك، يعني أخبرنا عن معلومات أخرى عنك، يعني تزيد تعمر لي زانفورماسيون. family information، تعمر لي المعلومات يعني العائلية، المعلومات العائلية، situation تاع العائلة تاعك، your father your mother or affirmation. نروحو ل step 4 اللي هي to land plan، يعني خطة البحث، وش هي خطة البحث، وش هي specialty اللي حاب تقراها، ودير تخير الاختيارات اللي كاينين. بالنسبة يعني الـ institute أو major، أنا تخير لي speciality، أنا تخير الـ speciality أو faculty، و تعمر لي زعما فرنسي. دونك نفوتو الـ scholarship in foundation 8. دونك دير أنا تخير لي زانفورماسيون على المنحة الدراسية، كيفاه يعني كيفاه راح تكون ممولة، يعني من أي يعني من أي جهة. أما الخطوة الخامسة اللي هي education، يعني الدراسة تاعك، راح دير المرحلة الثانوية والجامعية وكل المراحل الأخرى. test of score يعني test of languages، راح دير test on language اللي قلت لك عليهم، يعني est languages، ودير diploma تاع الاكتيفيتي، يعني ما هي المهارات تاعك، لي زاكتيفيتي تاعك. هنا الريزومي diploma يعني optional، يعني optional يعني اختيارية، تقدر ديرها تقدر ما ديرهاش. و writing، هنا تقدر دير des informations le plus information ولا الشهادات الأخرى متاعك، تزيدها training or something like that، and تزيد تحكي على على your volunteer or stage. الخطوة الأخرى اللي هي portfolio، ثاني optional، تقدر تديرها تقدر ما تديرهاش. recommendation letter optional، يعني تقدر تديرها تقدر ما تديرهاش. ونفوتو على stop اللي بعدها اللي هي other information، اللي راح تعمر لي زانفورماسيون عادية، راح تقرا سؤال زين وراح دير yes or no. من بعد step اللي بعدها دير signature تحت، دير لي نو لي برينو. من بعد في آخر خطوة اللي هي review، اللي دير فيها review، يعني review your application for apply in this university of Tulane in United States in United States for Louisiana. دونك هذا هو يعني منحة اليوم اللي هي scholarship، يعني مدفوعة التكاليف. ان شاء الله نكون افدتكم. ما تنسوش يعني ابوني وسبسكرايب ولايك، وتواصلوا معي اذا لم تفهم شيء. شكرا والى اللقاء.